بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل الحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل على كافة الأنحاء، وفي النهاردة نشاط للرياح محدود على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء، وده مع وجود فرص لأمطار خفيفة قد تكون رعدية أحياناً على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير كمان على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بيكي، وطمنينا عن حالة الجو النهاردة وإيه الظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها، وسمعنا إن في عاصفة رملية الأيام اللي جاية، هل فعلا ده ممكن يحصل؟ طب احنا الحمد لله اليوم مكملين في الاستقرار في الأحوال الجوية، الأجواء مستقرة بشكل كبير وما زلنا متأثرين بالكتل الهوائية الشمالية اللي درجات حرارتها حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، والعظمى على القاهرة الكبرى اليوم ما بين 32 إلى 33 درجة مئوية، فبالتالي بالفعل الأجواء فترة النهار هتكون حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، تبقى شديدة الحرارة على محافظات جنوب البلاد شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، خاصة إن في زيادة فترات سطوع أشعة الشمس. لكن مع دخولنا من فترات الليل وغياب أشعة الشمس بيحصل انخفاض في درجات الحرارة، بيكون ملحوظ أكثر ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، فبالتالي الأجواء فترة الليل بيحصل فيها انخفاض وأجواء معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية، خاصة كمان إن مع فترة المساء هيكون في نشاط نسبي للرياح هنحس بيه في بعض المناطق من القاهرة الكبرى أو الوجه البحري أو السواحل الشمالية الغربية، لكن هو نشاط نسبي للرياح فقط هيخلينا نحس بانخفاض درجات الحراره والاجواء اللطيفه. فرص الامطار كمان بتنحصر في بعض الاماكن من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر، وهي فرص امطار خفيفه قد تكون رعديه احيانا وعلى حلايب وشلاتين ومرسى علم، مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه. لكن بالفعل متوقع من غدا نبدا نتاثر بكتل هوائيه صحراويه، الكتل الهوائيه الصحراويه دي هتؤدي لارتفاع درجات الحراره وهتؤدي كمان لنشاط الرياح المثير للرمال والأتربة، وفرص الأمطار اللي ممكن تكون رعدية أحيانا على بعض الأماكن، والسحب الرعدية كمان بيكون معاها بعض الرياح الهابطة اللي بتزود سرعات الرياح وممكن تؤدي أيضا لإثارة الرمال والأتربة. ذروة الحالة الجوية هتكون يوم الخميس القادم إن شاء الله، هيكون في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بسبب منخفض جوي خمسيني موجود في الصحراء الغربية، فالعظمى على القاهرة الكبرى هتوصل 39 درجة مئوية في فترة النهار وأجواء شديدة الحرارة، هيكون في سرعات رياح بتتجاوز 40 كيلو متر على الساعة، فبالتالي هتؤدي لإثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق من الجمهورية وخاصة الأماكن الصحراوية، وده بدوره هيؤدي لانخفاض وتدهور الرؤية أفقية، وأيضا وجود السحب الرعدية مكمل معانا اليوم الخميس كمان. هي طبعا إلى الآن شدة الحالة الجوية ما تحددش بشكل كبير، لكن إن شاء الله ما تكونش زي اللي شفناها يوم الخميس الماضي. ناخد بالنا الأتربة والرمال المثارة بتؤدي لتدهور رؤية أفقية على الطرق، وخاصة الطرق اللي لها ظهير صحراوي بشكل كبير أو الطرق الصحراوية والسريعة، فلازم مهم جدا كل السادة المشاهدين ودايما بنقول مع حضراتكم نتابع يوميا النشرة الجوية، لأن احنا في الخريف فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة بيحصل تغير كبير في خرائط الطقس من يوم للتاني. طب أكتر الأماكن اللي ممكن تتأثر أو تتعرض بشكل أكبر للرياح والأتربة اللي موجودة دي؟ هي اكثر الاماكن اللي لها ظهير صحراوي كبير، يعني المناطق الموجوده في الصحراء الغربيه، محافظات شمال الصعيد، بعض الاماكن من طبعا القاهره الكبرى، لكن احنا بنقول عاصفه ولا لا لما الرؤيه بتنخفض بتوصل لاقل من 1000 متر، فده هنحدد بشكل كبير ان شاء الله مع حضراتكم بكره سرعات رياح ممكن تؤدي لعاصفه ولا لا، لكن نشاط الرياح اللي موجود هيؤدي لتدهور وانخفاض رؤيه افقيه في اكبر المحافظات، في اكثر المحافظات الموجوده في الجمهوريه، المحافظات اللي لها ظهير صحراوي بشكل كبير، مدن القناه، المناطق اللي عندها ظهير صحراوي مع التسخين اللي موجود والسحب الرعديه، لان كمان السحب الرعديه بتزود سرعات رياح، لان بيكون معاها رياح هابطه وهبات رياح سريعه، هتزود سرعات رياح وتزود الاتربه والرمال المثار. بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 33 والصغرى 21، العاصمة الإدارية 33-21، اسكندرية 28-21، العلمين الجديدة 28-21، مطروح 24-17، دمياط 25-21، بورسعيد 25-20، الإسماعيلية 34-20.
20، السويس 33-22، العريش 26-21، كاترين 30-16، وطابة 32-22، حلايب 33-28، وشلاتين 38-27، شرم الشيخ 38-27، الغردقة 37-27. لو رحنا للفيوم العظمى فيها 37 والصغرى 23، بني سويف 37-23، الوادي الجديد 44-28، أسيوط 39-23، سوهاج 41-25، قنا 42-28، الأقصر 43-27، أسوان 44-29. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة، ودي كمان توصيات هيئة الأرصاد الجوية. مرة تانية هنرجع لأحمد ومنا نكمل معاهم باقي فقرتنا. شكرا لك يا لميا، والشكر للدكتورة منار غانم. وفي الحقيقة ما فيش حاجة متوقعة، يعني ادينا شايفين تقلبات الجو عاملة ازاي. لا خلي بالك بقى عشان في رياح محملة بالرمال والأتربة، وممكن كمان تأثر على مرضى الحساسية، فخلي بالك. ربنا يسلم ويستر يا رب. ان شاء الله.